عيون العرب، كانت عيون العرب على نساء ترام. أما عن أسرانا المضربين عن الطعام فلا عين رأت ولا أذن سمعت. أما عن أطفال سوريا الذين يخطفون بالبراميل المتفجرة وبالمواد الكيماوية ليل نهار فلا عين رأت ولا أذن سمعت. أما عن أطفال العراق الذين يقتلون ليل نهار فلا أذن سمعت ولا عين رأت. ما رأى العرب وما سمعوا. أما أسرانا الذين لا يعرفون إلا الماء والملح منذ شهور ما أحد تحدث عنهم ولا وسائل إعلام عربنا تحدثت عنهم. أين العروبة؟ ما بال العروبة تبدو مثل أرملة؟ ما بال العروبة تبدو مثل أرملة؟ أليس في كتب التاريخ أفراح؟ أليس في كتب التاريخ أفراح؟ أليس في كتب التاريخ أفراح؟ بو نزيد زوج كلمات على واش قال. على كل حال كلامه هو الكبير. انا ماني داعيه، ماني كما يقول سبيشاليست في الدين. في كلمه ترامب وبنته ونساء ومرته، صح كيفاش تصور لي جورناليست يصوروهم غير هما. راحوا السعودية ومن بعد راحوا لإسرائيل. من السعودية كانوا في جدة ومن بعد راحوا طيارة سبيسيال راحوا لإسرائيل، راحوا ديريكت من الحيط يصليو. شو من يصليو؟ يعبدوا في الحيط، استغفر الله. أسكو السعودية هنايا في هذه ما كملش كلش. أسكو السعودية هضرت على الولاد الصغار لم يقتلوا، على الشيعة، على فلسطين؟ لا ما هضرتش. سنيت الكونترا معهم $110 billion باش يشريو من عندهم سلاح. بصح نورمالمون السعودية اللي حاكمة في المونوبول، خير انا هكذايا الماريكان يسحقوا دراهم باسكو راهم طايحين شوية. دوك انا نشري من عندك، وهي نورمال ما تحتاج باش تشري سلاح. انا نشري من عندك نحط لي كونديسيون تاعي. قال لي كونديسيون تاعي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، فلسطين، سوريا، العراق، ليبيا اللي ضربتوهم وما خليتو فيهم والو، يحطوا لي كونديسيون تاعهم ولا ما يشريوش. عندكم 110 billion dollars زايدين في الخزينه ديالكم يا مسلمين. جيرانكم المصريين راهم في ازمه، الفلسطينيين راهم في أزمة، الخيم تاع السوريين راهم في أزمة، الأفارقة المسلمين راهم في أزمة. اللي تشروا في سلاح وتمدوا للماريكان $110 billion كي تمدوا الربع للمصريين تقدروا تعيشوهم. باسكو ما تنساوش باللي مصريين ما عندهمش انتاج. مصريين راهم فايتين 90 مليون نسمة، راهم الله يعلم راهي 96 مليون نسمة. كيفاش ما تعاونوش خاوتكم العراقيين قدامكم، السوريين، فلسطينيين؟ مدولهم غير شوية برك فتات شوية. بصح انتوما لا انتوما تشريو سلاح ما تحقوش. اسمك شغل مديتو هيبة للماريكان، مديتو لهم $110 billion عطيتوهم في باطل.
هذه هي، اتفق العرب على ان لا يتفقوا، زعما درتو اتفاق ودرتو هكذا ودرت. انا عندي حاجه واحده، واش دارت السعوديه نورمالمون العرب قاع يبويكوتيو السعوديه، السعوديه والامارات والكويت ولا علاقه معهم، باسكو هادو اللي هلكوا العرب، هادو اللي هلكوا كل المسلمين. السلام عليكم.